اليوم هو افتتاح سنتر لي بون سبا. هاد السبا اللي هو اكستنشن ديال سنتر لي بون اللي هو الاصل سنتر لي بون ميموزا. ان شاء الله هو تيتمتع بنفس الجوده اللي تيتمتع بها سنتر لي بون ميموزا، ان كان من برودكت، ان كان من سيرفيس، ان كان من نظافه. دونك حنا ان شاء الله تنظن بان الاجواء ان شاء الله بدات تتنفرج بعد الاحباطات والازمه اللي مرينا بها. دونك كلنا امل اننا القادم افضل ان شاء الله، وان شاء الله غادي نجيبوا الجديد. حنا كنقدموا جميع الخدمات سواء في الاستيتيك او في الشعر، كل ما يتعلق بالشعر او الاستيتيك. فمرحبا، ولهنا الاضافه اللي هي الحمام. فالحمام عندنا ثلاثه الانواع ديال الحمام، ان شاء الله تجيو وتشوفوهم. الاثمنه اللي هي معقوله واللي كتوالم اثمنه زائد للبروداكت الجيد. يعني هنا المغزى، انا نقدموا خدمه جيده ولكن مع منتج جيد باش تكون عندنا نتيجه ان شاء الله جيده. السلام عليكم، اليوم كنتواجدوا في سنتر دي ليبون اللي كتفتخر به مدينه القنيطره، وما احوجنا لمثل هاد لي سنتر هادو باش يكونوا في مدينه جميله مثل مدينة القنيطرة، لأنه ما شاء الله فيها كل شيء موجود. فهاد الصالون هذا يعني زاد غادي ينورها وزاد يعطيها واحد الجمالية. فاليوم التواجد ديالنا لا أنا لا الأخت سعاد حسن غير باش نشجعوا مثل هاد الأعمال اللي كدار في مدينة القنيطرة، ونخص بالذكر الأخت أو السيدة فاطمة اللي هي مشرفة على هاد المحل هذا. فدعوتي بأنه تزوروا هاد المحل هذا، واخا تكونوا في الرباط، واخا تكونوا في المغرب، ديروا واحد الإسكال هنا، لأنه ثقوا بي بانه ما غتندموش. فتبارك الله عليكم، وقبلات المحبه من عبد العالي الغاوي. السلام عليكم، انا اليوم موجوده في مدينه القنيطره اللي كنحيي الناس ديالها من هذا المنبر هذا، وكنقول للناس ديالها بان احنا حضرنا لواحد الافتتاح ديال صالون لبنان ما شاء الله وتبارك الله، ونتمنوا التوفيق ونتمنوا نشوفوكم في الصالون. مش التوفيق هكاك تجيو للصالون، تبارك الله عليكم، كنحييكم. سعاد حسن. السلام عليكم، اليوم انا موجوده في مدينه القنيطره في افتتاح صالون سنتر دي ليبان ديال السيده فاطمه، اللي كنبغي نقول لها مبروك 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 عليك. هذا الصالون زوين وزوين بزاف اللي ولينا كنفتخروا به، فكنبغي نقول لك ما شاء الله عليك، خدمتي وتبرتي وصلتي داكشي اللي باغي عليه، فتبارك الله عليك مره اخرى من عند مروان جيمو ميس اليغونس اي بوتي. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.